بسم الله، دلوقتي هنتعامل مع النصوص. ولكم مثلا هنطبع كلمة برنت، هنطبع كلمة هلو وورلد، وعشان يفهم منها جملة لازم احطها بين قوسين هلو وورلد، وأقوله شغل. تم طبعا كلمة هلو وورلد. طب خلينا نكتب الجملة دي تاني بس من غير القوسين دول. جاب لي ست خطأ. ليه؟ لأن هو اعتبر ان ده متغير ودخل يدور على هلو وورلد. يا اخوانا هلو وورلد، يا اخوانا اللي عنده حد اسمه هلو وورلد، معرفش القوسين دي معناها ان دي جملة زي ما هي، ده تكست زي ما هو. طيب هاجي هنا واقول له انا عايز اعرف لين واقول له شغل. عمل ايه؟ اللي هتشرح عمل ايه؟ عد الحروف. تمام. طيب انا هقول له دلوقتي عمل تراجع، دي دالة اسمها لين، لينس بتعد لي عندي كام حرف. تمام. طيب ممكن اقول له بقى بعد كده هلو وورلد، وبعد كده هقول له بين قوسين كده تمام أربعة. يعني ايه أربعة؟ اطبع لي الحرف الرقم أربعة. تمام. فهو بيجي على الاتش دوت ويعتبره زيرو، يقول اتش زيرو، اي واحد، ال اتنين، ال التاني بتلاتة، زيرو واحد اتنين تلاتة أربعة اللي هو الأو، فبيطبع لي الأو. طب لو أنا عايز أطبع مجموعة من الحروف هروح مديله نقطتين كده وأقول له من أربعة لسبعة مثلا، فهيبدأ يعمل إيه؟ هيطبع لي الأو والمسافة والدبليو. أربعة لسبعة ممكن مثلا نخليها لتسعة ونقول له اطبع، فيبدأ يطبع لي أو ومسافة دبليو أو آر. وممكن اعملها على هيئة متغير، يعني هقول له ايه الاكس بتساوي هلو وورلد، واقول له اطبع لي الاكس. تمام. هي نفس الفكرة، فهو هياخد نفس الحاجة، هيشوف الاكس دي فين، هياخد نفس الجملة دي يحطها هنا، ويبدأ يشوف من حرف اللي هو رقم أربعة لتسعة. تمام. طيب لو انا قلت له اطبع لي سالب واحد هيعمل ايه؟ هياخدها من الحرف الأخير دوت، من هيبدأ من هنا من حرف الدي. تمام. سالب اتنين تمام هيروح ياخد ال، وهكذا.